دروبهم تمشي للخير وقلوبهم يهمها الغير، خط وسيرة من ذهب وبيبقى أثرهم للأبد. كفو. طلبنا من ضيف اليوم حضور اجتماع بالمجمع، ولكن رتبنا له شيء أكبر. نبتدي بلوحة الأبطال. دخلوا الأكياس. نرجع له مرة ثانية. الحين البالونات. داخل الحين عربات التسوق. البناء. أعزائنا الزوار، ننوه عن وجود بطل بيننا الآن، صغير بسنه لكنه كبير بعطائه. أسس مشروعه الخاص وقرر يتشارك أرباحه مع أطفال من مرضى السرطان ويكون لهم الأمل ويرسم الفرحة على وجوههم من جديد. إذا سألتوني من بدر، بقول لكم بدر صديقي. صديقي طموح، المتفوق، القوي، اللي تقدر تعتمد عليه، واللي فيه إنسانية عالية جدا. أكثر واحد من بد إخوانا أنه هو عاطفي، حساس، حنون. أنا أحب أخوي وايد لأنه عنده personality غير عن البقايا اللي في العائلة. هو أول شيء هو قريب معاي تقريبا نفس العمر، فدائما نكون ويا بعض، نلعب ويا بعض كل شيء. بدر من صغرته هو يحب يلبس البوتاي على طول، يلبسه بمناسبة ومن غير مناسبة على طول كاشخ فيه. كل مكان كان يروح، عرس، بيت رفيجة، بيت جدتي، أي مكان كان يروح دائما كان يحب يلبس بوتاي. في 2015 قرر بدر أنه يصمم حق نفسه البوتاي الخاص فيه عشان يحضر فيه عرس خالة، ومن هني جاء الشغف. بدأ يصمم تصاميم حق بوتايز ويصنعها من أقمشة معاد تدويرها. أتذكر الله يرحمه أبوه حط نفس البوكس في مجلسه، انه هو يجمع كل التايز مالين رابعه، فتجمع يعني كميه من التايز وتم بدر يسوي منهم البو تايز. في 2016 شارك بدر في اول معرض له اللي كان منظم من قبل جمعيه امنيه الطفل. فبدر ما شاء الله عليه نجح وباع كمية، يعني احنا ما كنا متوقعين انه هو يبيع هالكمية من البوتايز. يوم كان عمره 12 سنة كانت اول زيارة حق بدر، اول زيارة فعلية حق بدر حق
مرضى السرطان، أطفال مرضى السرطان في مجمع السلمانية الطبي. بنى علاقة حب معهم لأنه قعد معهم، لعب معهم، لبسهم التيشيرتات، فعاش معهم لحظات شاف بعينه فرحتهم. وهني يوم شاف المرضى بنفسه حس بدر أنه عنده مسؤولية مجتمعية، لازم يسوي أكثر حق هالأطفال، لازم أكبر المبالغ اللي بتبرع فيها، لازم أكثف جهودي، لازم أبيع أزيد. طبعاً أكبر شيء إن بدر واليهال سووه اللي هو المزاد. لما سوينا المزاد أنا ومحمد وبدر كنت مستانس إن أنا كنت أساعده وهالفلوس يروح حق تشايلد ويش، فكنت وايد مستانس. قدروا من خلال هالمزاد يبيعون 100 تيشيرت ويجمعوا مبلغ كبير، كان فوق 13,000 دينار، وتبرعوا بالريع كامل حق أطفال مرضى السرطان. توفى والد بدر وتوقف بدر عن كل أنشطة الخيرية الكبيرة. وايد السبورت من أبوه، فأنا متأكدة أنه إذا بدر رد سوى أي شيء ثاني كعمل خيري الكل بيكون واقف مع بدر و بيكون معه وبيحققون للأمنية اللي هو يبي يوصلها، سواء حق أبوه ولا حق نفسه ولا حق أي أحد. وهو مصدر إلهام لكثير ناس من جيله، وأنا كأب لابن صديق لبدر أثر في ابني كثير، ودائما ما يتكلم عن تجاربه وينظر يعني لبدر كمثال أعلى يعني، وهاي من الأشياء الحميدة اللي موجودة في بدر واللي أثرت على اللي حوله كلهم. شكرا بدر لأنك علمتني شلون أسوي العمل خير، وأبيك ترجع أقوى وأنا بكون معك. بدر احنا عارفين أنك سويت وايد أشياء أسعدت فيها الآخرين، حققت أماني الآخرين، احنا وايد فخورين فيك، ندري أنك مستمر في أعمال الخير خارج نطاق المشروع، ولكن نتمنى انك ترجع بمشروعك والخير اللي يطلع منه، واحنا فخورين فيك. حبيبي بدر، هذه رسالة لك انك تستمر في عملك، ويكون هاي العمل تخليد لذكرى الوالد الله يرحمه، زرع فيكم هذه النبتة الصالحة، وان شاء الله هذه العمل يستمر ويكبر، وكلنا داعمين لك. بدر كأخوك العود أنا جدا فخور فيك وكل شيء سويت في حياتك، أنا دائما بكون معك في أي شيء تسوي. أحبك وأفتخر فيك وأشوف فيك شيء بيمسح في قلوبنا كلنا. بتكبر وبتعرف أنت شنو حققت، بتعرف أن أنت أثرت في كل اللي حولك، بتعرف ان انت سويت شيء وايد عود وايد عود حق سنك، ما حد في عمرك بدر سوى اللي انت سويته. كنت مستانس أنا أشوف الناس اللي يجرب عني يحبون الشيء اللي أسويه. أخواني وايد أحبهم، وايد هما سبورتيف لي. إن شاء الله أنا وأخواني في مشروع بلد بوتي بنرجع أكبر وأقوى. بدر أنت كفو. بدر أنت كفو. بدر أنت كفو. بدر أنت كفو. بدر بطلنا الصغير، استمر بإنجازك
وواصل بعمل الخير، ألهمتنا وساعدت الكثير، وكلنا معاك بدر، أنت كفو. والحين صار دوركم، خلونا ندعم البطل بدر ونحط يدنا بيده عشان يوصل لهدف مشروعه عن طريق شراء منتجات المتوفرة على حسابه في الإنستغرام.